تحسم قسدي الجدل ولو نسبيا، فتسيطر مدعومة بقوات أمريكية على حقل كونيكو للغاز بريف دير الزور الشرقي، سيطرة ستفتح أبوابا مغلقة وفصولا من التوتر مع دمشق وموسكو. حقل كونيكو الذي كان عصب اقتصاد تنظيم الدولة الإسلامية خرج عن سلطانه وفتح شهية أعداء التنظيم الذين يصارعونه على حقول النفط في شرق سوريا. ضربة استباقية وجهتها قسد للنظام السوري وحلفائه أن الوحيدة المسؤولة عن الطاقة هنا، ودون ذاك فالأمريكان حاضرون ولهم الكلمة الفصل. تزيد القوات الروسية من تهديداتها لقسد: النظام وقواتنا خطوط حمراء، وإن تم غير ذلك فلموسكو أوراق لم تستخدمها بعد ضد الحليف العدو قوات سوريا الديمقراطية. يبقى السؤال هنا: أين سيذهب النفط وما حظوظ النظام في السيطرة على ما تبقى منه بيد تنظيم الدولة؟ وهل يتحول الصراع هناك من قومي ديني إلى صراع نفط وطاقة؟ من يملكها يملك القرار الفصل في الشرق.